انا بالنسبه ليا هاد المساله كتحرقني في نفسي، لان خصنا لابد نلقاو حلول لهاد الشباب، ناهلوهم ونعطيهم الفرص باش يولزوا سوق الشغل. صاحب جلاله دعا لي هذا، وحنا ان شاء الله منكبين على الاشكاليه ديال البطاله ديال الشباب، وعندي اليقين بان بتضافر الجهود ديال القطاعات الحكوميه كامله والشركاء الاجتماعيين والمهنيين غادي يلقاو حلول لهذه الفئه من الشباب اللي هي بالنسبه لنا الراس المال البشري الحقيقي ديال البلاد.